السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الاستشاري. السكر، يا سلام مثلا لما نيجي نشرب كوباية شاي مع معلقتين سكر أو 3 معالق سكر، وما بالك مثلا لو أنت بتشرب الشاي ده مثلا على مدار 4 أو 5 مرات في اليوم. ويا سلام على الحلويات، وإحنا كل سنة وحضراتكم طيبين، إحنا في رمضان. الحلويات دي ما بتخلاش من أي بيت، إذا كان فقير أو غني. والحلويات دي مسؤول، هي اسمها حلويات أساسا، مليانة سكر. فتخيل ان معلقة السكر الواحدة اللي انت بتشربها او اللي انت بتحطها على شاي او على اي حاجة تانية، جسمك بيقعد يحرق فيها لمدة ساعتين، بيقعد يحرق وبيشغل الاعضاء كلها عشان يحرق لمدة ساعتين، ده في معلقة سكر واحدة. وبينشغل عن الدهون المخزنة عندك لو انت عايز تخس طبعا. طب ايه العمل؟ العمل انك لازم تقلل السكر، انا مش بقول تمنعه، عشان انت لما بتقلل السكر على طول الموضوع بيبقى صعب والناس تقعد تهرش وارتكاريا والموضوع بيبقى صعب قوي. لا، حاول تقلل السكر بقدر الامكان، لان حضرتك في حاجه اسمها المؤشر الجلايسيمي او الجلايسيميك اندكس او مؤشر السكري. المؤشر السكري بيقول ايه؟ لما حضرتك بتاكل سكر كتير، الارتفاع السكر في الدم بيزيد، او بتاكل مش سكر بس، انا بكلمك كسكر او كربوهيدرات او اي حاجه بتعلي السكر اللي في الدم. لما حضرتك بتاكل مثلا السكر او بتشرب السكر او بتشرب مثلا سكر في معلقه شاي، قصدي في كوبايه شاي، او بتاكله في كنافه او بسبوسه او اي شيء تاني، السكر اللي في الدم بيعلى لفوق. فلما السكر اللي في الدم بيعلى لفوق جدا، بينخفض بسرعه جدا في خلال اول ساعه. السكر اللي في الدم عالي جدا، فتحس ان انت بحاله استرخاء وحاله جميله قوي. بعد كده بيبتدي ينزل اكنك نازل من على سفح جبل، بينزل انحدار شديد 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 شديد، وبعد كده بينزل عن منحدر الجوع، يعني بيحسسك بجوع وهمي، وده مش جوع، هو بيطلع لفوق خالص، بعد كده بينزل بسرعة الضوء على طول، بينزل بسرعة جدا. فانت بتحس يعني انا جعان، انا همدان، انا عايز اكل تاني. فده اللي بيحصل، انك لما بتاكل سكر او بتاخد كربوهيدرات او اي حاجة بتعلي السكر بجسمك، بيبتدي يبقى اول ساعه كده، اول ساعتين بتبقى الدنيا جميله، تاني ساعه بالظبط بيبتدي يقل بسرعه جدا جدا جدا، فتحس بحاجه اسمها الجوع الوهمي. فلما بتحس بالجوع الوهمي بتاكل تاني. فنصيحه من ابحاثي اللي انا دورتها على النت ودورتها على الجوجل سيرش وعلى كذا حاجه، حاول تقلل السكريات بقدر الامكان. الناس على طول في فكره السكر او فكره الدايت او رجيم، الناس على طول بتقول لا لا لا، انا كده كده عارفه ان السكر بيتخن، انا ابعد عن حاجتين، السكر والملح، الملح بيخزن ميه والسكر بيتخن. ايوه، ما انت ما تعرفش السكر ده بيتخن ازاي. السكر لو انتوا تابعوا الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي قبل كده، اللي هي بتاعت ليه جسمي بيخزن دهون او ليه جسمنا بيخزن دهون، هتلاقي ان لما حضرتك بتعلي لما بتاكل سكر او بتاخد حاجه بتعلي السكر، معدل السكر في الدم او المؤشر السكري بيعلى جدا في الدم. فلما بيعلى جدا، البنكرياس بيزود ماده اسمها او هرمون قصدي اسمه هرمون انسولين او انسولين هرمون. فلما الانسولين بيزيد، بيقعد يلم السكر اللي في الدم ويقعد يوزعه على الخلايا كلها. فلما الخلايا تكتفي من السكر اللي في الدم، بيبتدي الانسولين يخزنه في هيئه دهون، خلايا دهنيه. تبتدي من اول حاجه اسمها الاورجنز الاولية، اعضاء البطن والكلام ده، هتلاقي واحد رفيع بس حواليه دهون كتير، دي اول حاجه بيتخزن فيها الدهون حوالين الاعضاء. وبعد كده بقى يتخزن بقى هنا في الكتاف، في الرجلين، في الارداف، في كل شيء. حاول بقدر الامكان تقلل السكر. صدقوني عن تجربه شخصيه، انا كنت باكل سكر كتير جدا، كنت بشرب شاي وبشرب نسكافيه وكذا حاجه كتير. حاول تقلل السكر والكريمر والحاجات الكتير قوي قوي قوي، المحليات الكتير، عشان ما تحسش بالجوع. جرب كده، اشرب مثلا كوبايه شاي مثلا عليها 3 معالق سكر، واستنى كده بعد ساعه ولا ساعتين، هتحس انت جعان، صدقني هتحس ان انت جعان. فحاول، نصيحه، الخلاصه بتقول انك حاول تقلل السكر وانت بتعمل دايت، او تخليه لايف ستايل، نمط حياه، انك ما تاكلش سكريات كتير. حاول بقدر الامكان ما تاكلش سكريات كتير. كان معكم محمد تحسين من برنامج الشاجي. اتمنى يا جماعه لو عايزين اي حاجه سيبوها لي في التعليقات تحت، قولوا لي ايه افكاركم، قولوا لي اتكلم عن ايه. قناه استرشاجي دي يا جماعه مفتوحه لاي حاجه. استرشاجي يا جماعه ان هي قناه بتجمع كل الابحاث او كل الاراء اللي بتبقى على الانترنت وتجمعها في قناه واحده، وده بيزد اون او يعني
اعتماد حقيقي على ادله وبراهين. صدقوني انا كنت كان وزني كان 93 او 94، نزلت 80 كيلو من على الانترنت فقط، ولا تابعت مع دكتور دايت ولا اي حاجه، وكان وزن صحي اللي انا ما تعبتش او مثلا ما حسيتش بدوخه او اي حاجه، لا الدنيا كانت تمام جدا. واتمنى يا جماعه اي حاجه انتوا عايزينها سيبوها لي في الكومنتات تحت، وما تنساش السبسكرايب والاشتراك في القناه، وفعل زر التنبيهات.